طيب ايضا نقول حق الدكتور ناطرينكم ان شاء الله في نهائي كاس خادم الحرمين، وبانتظار هذا النهائي اول عالمي، اول فريق سعودي عالمي، اول خليجي عالمي، اول عربي عالمي، يعني مع الثاني دائما، الثاني الهلال، الثاني النصر، الاول. انا ناطرك متخلص، احنا ان شاء الله يعني خليك تكلم ان شاء الله، ننطركم ان شاء الله عشان نوري الجمهور ونوري الجميع ان النصر كان يستحق الدوري. زين انا بدي بس برجع حق جزئيه. اي تفضل. اول شيء ان يحظى فريق الهلال وفريق النصر للوصول لكاس غالي، كاس الملك، هذا بحد ذاته هو بطوله للفريق. صحيح. شيء ثاني عزيز وهذا مهم جدا، اليوم نتكلم عن دوري سعودي لا قيمه، اذا وصل هالفريقين فانا اعتقد هو وصل الاجدر. نعم الاجدر، ما في روح تعال. يبغى نقول حق الهلال مبروك لانه فاز على ابها، ونقول حق النصر مبروك لانه فاز على الاهلي. نتمنى احنا يعني مشجعين ولاعبين سابقين وايضا للرياضه السعوديه ولرياضه الخليج ان تكون المباراه تحظى بكاس الملك، هذا اللي نتمناه. يعني والله الفايز بنقول له مبروك، ما عندنا مشكله ترى. نعم. لان ايضا ترى نفس ما انت قلت ان النصر عالمي وكذا، ايضا الهلال حصل على البطولات على قولتهم عده، ولكن احنا نتكلم عن بطوله هي غاليه. نعم. فنتمنى ان يكون الفريقين يكونون بيومهم بهذه المباراه الغاليه على قولتهم. ان شاء الله. انا والله ودي ان ما تصير في ظل هالاوضاع، ودي ان جمهور تبي جمهور. اي والله. والله يعني لو حتى لناخرها مثلا، حتى لو نخليها السنه الجايه. ايه. ما يخالف، بس على الاقل يكون في حضور جمهور يا اخي. غير اكيد اكيد بعدين هناك الحضور الجماهيري ينطرون هذه المباراه. صحيح. ترى انا لعبتها، ترى للعلم قبل مباراتها مع النصر والله عزيز انه كان لاعبين باستاذ الملك، كان وقتها اشتى باستاذ الملك، كان يخيمون عند الملعب لهذه المباراه. الله. يعني اللي يحضر لك اقل شيء على يعني على الراحه 60-65 ألف. صحيح. فانت فل الملعب، فل عن بكره ابي الملعب، فكل ينتظرون، خاصة اليوم يعني بظل النقلة الكبيرة اللي صارت بالدوري السعودي. نعم. سواء على صعيد المحترفين، على صعيد المدربين، على الإعلام، على الحكام، مبالغ بالخيال يعني صرفت أمانة من الحكومة السعودية على الرياضة اللي تطلع بهذا الشكل. صحيح. فنتمنى نتمنى نشوف مباراة كبيرة. بخصوص الجمهور، يعني تشوف الحين الدوريات الأوروبية يعني من غير جمهور ما له حلاوة أصلاً. ما له حلاوة الدوري الإنجليزي ولا الإيطالي ولا الإسباني، تشوف ما له حلاوة. يعني صوت المدرب باين يعني يعني قبل له حلاوة يعني. صح. مع جمهور يعني شيء غير. إن شاء الله إن شاء الله. طبعاً هو يبقى طبعاً هذا القرار بيد الحكومة السعودية، بيد أيضاً يمكن الديوان الملكي هو من يقر، لكن هذه رغبة شخصية، قد تكون رغبة شخصية مني أنا، قد لا تحظى بقبول يمكن الكثيرين، لا تقبل بقبول، لا تحظى بقبول ايضا يمكن القائمين على الرياضه السعوديه بحكم ظل الاوضاع اللي موجوده. لكن احنا نتمنى، هذه امنيه ان شاء الله، نشوف حضور جماهيري لنهائي على كاس غالي وكبير مثل كاس